الشيخ رابح درموش الله يرحمه جاي يمشي داير المكحله نتاعو داير له هكذا داير شابو هذاك شابو هذاك اللي طلع كان طلع شابو بروس ومينيتير يمشي لابس عنده اللبسه نقيه تاع مينيتير ماشي مقطع نقيه مالا ويمشي هكذا تيرا يمشي الحق ليا قال لي وين راه بوك احنا هنا نقولوا باباك ونقول بويك بويك هو قال لي وين راه بوك قلت له هو هنا عيط له هو مع هكذا بعد الحوش قلت له هو سير بحنا هو كي قال لي وين راه بوك وقعد على الحيط قدام الحوش هكذا الله يرحمه دار المكحله نتاعو هكذا وقال لي راني جيعان دخلت انا للعجوز ام الله يرحمها قلت لها سي رابح درموش قال راني جيعان قالت لي جيعان وكي جيعاني وكلش كاين واش كاين كاين السميد بالماء والقهوه كحله واش شويه دارت له خبزه نتاع فطير ثم طابت والقهوه قهوه كحله ما كانش حليب والشيخ كي عيط له الله يرحمه جا واش حد عانقو واش لاباس لاباس قال له واش سي رابح لقاه زعفان قال له علاش راك زعفان واش كاين لقى العافيه على العافيه قال له يا ودي انا راني جيت من دير 59 قبل 57 قال له الحق قلت له قال له هما قالوا لنا البقر 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 هي قضيه عسكر هذه مطباس قال له احنا قال له جبينا على الروشيه مع الحوش من هكذا قال له حتى التفت ما لقيتوش قال له صافي بعني الشيخ واش قال له راه يضحك قال له انت كي راك تقول لك داك زعفان مطويجين هذا قال له مطويجين احنا هذا عندنا مهبول هو باه باه يسلكوا باه يولي ليه خاف يولي ليه قال له هذا مهبول قال له ولا قال لي اجري حداك جيب له كسا قال له راني قلت له حنا هكذا كل عجوز قربت في الباب جبت له الخبزه نتاع الفطير هذيك حطها على ركايبه والله يرحمه طبكها على نص هكذا فوق بعضيها وين هكذا يوسيك من هكذا سخونه وياكل ويتحسى بالقهوه سخونه والكسره سخونه نهار اللي كمل الخبزه والقهوه زوج فنادق هذا يعلم ربي واش كاين بعد جبت له الماء شرب الماء وقعدوا يتحثوا رام يهضروا يهضروا كان طويجين هذا والشيخ رجع له عقله قال له مهبول وكذا وتاويلات ما كانش مشكل رانا بعد قالوا نطلعوا شويه فوق الحوش هكذا ما نستفدوا بالك نشوفوا يعني كنا قدام الحوش دارقين كي خرج فوق الحوش هكذا قاعدين على واحد البطنايه وهو يهضروا قاعد قال له الشيخ علي انت قال له راجل قال له تخدم بالنيه وفيك البركه قال له خدمتك عند ربي راك مقبول عند ربي هكذا راني نشهد واش قال له قال له ان شاء الله قال له ان شاء الله قال له ادعي معنا قول ان شاء الله ندوا استغلال لا نموتوا شهداء الشيخ كان قاعد فيه هو وياه مسامين هكذا وانا واقف لهنا داير هكذا ونخرج فيهم هكذا والشيخ ناظر من شقوا علي منتو نقص شقي هنا قال له تقرير المصير احنا ربحنا استغلال انت تقول لي ويضحك قال له تقول لي نموتوا قال له الشيخ علي بالعقل قال له نحفك بشويه دار معه بالعقل والله غتقول وحي من عند ربي سبحانه الملائكه يحثوه هذه رانا نشهدها قال لا نزيدوا قدام قال له بالله الحقيقه قال له الاستقلال يجي رانا على بالنا به قال له بلاد ندوها قال له بصح حنا نخسروا قال له نخسروا قال له نخسروا شوف الجهاد يروح الرجله تروح يكبروا كروشنا قال له نخسروا بعضينا قال له من ذكر انا نشوف واش راه يصرى قال له يا عيال المجاهد يدي منا بقعد منا قال له العين بسام قال له هذيك اللي تبان واش راه قال له عين بسام الدوك تضرب فيه السمش الدوك تاع عين بسام تضرب فيه السمش العشيه بالك جوه 14 قال له ند المجاهد يدي منا قال له العين بسام يقول مش حق هذه قالها سي رابح درموش رابح درموش راه وليد ورا راه يسمع هذا بويك اللي قال هذه الكلمه صحيت هذا الحقيقه ماشي زياده ماشي نقصان والرب الملك راه يسجلوا ربي راه يشهد هذه هي القصه هو قال ما نحضرش لي.